وصل الصريع إيرلو متسللاً متخفياً تحت جنح الظلام إلى صنعاء على حين غفلة وغرة من أهل البلاد، فسرقك اللصوص قوت اليمنيين واستحوذ على القرار من التابعين الأذلاء، فساقهم إلى المهالك وقادهم لمزيد من الغدر والخيانة والعمالة حتى فيما بينهم. وبوجوده انتقلت إيران للمواجهة في إدارة التصعيد السياسي وإجهاض الحلول السلمية للأزمة وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا في مأرب والبيضة وشبوة. احتفت ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيرلو واستقبلته بالسجاد الأحمر في مقر وزارة الخارجية في العاصمة صنعاء المحتلة، ومكنته طيلة فترة تواجده في صنعاء من قرارها السياسي والعسكري ليمارس خلالها أعمال الحاكم الفعلي، يزور المؤسسات ويزور الحقائق، يتفقد الأوضاع لتكشف الحوثية للعالم انقيادها الوضيع وتبعيتها الرخيصة العمياء للنظام الإيراني. ولكن هيهات هيهات، بعد عام من وصول المقبور إيرلو إلى صنعاء تبخر مشروع طهران في اليمن على صخرة استبسال وصمود مأرب وانتصارات أبطال اليمن في الساحل الغربي والبيضة وحجة وصعدة وفي كل منطقة. وعادت ميليشيا الحوثي تستجدي الوساطات لمجرد إجلائه بعد أن مرغ اليمنيون بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية أنفها في التراب، ويكتنف الغموض والتكهنات أسباب مصرع القيادي المقبور في الحرس الثوري الإيراني المدعو حسن إيرلو. ودون ما اعتبار يذكر لموقف ميليشيا الحوثية التي تنكر وجود فيروس كورونا، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في طهران نجاح نقله إلى إيران لغرض العلاج نظراً لإصابته بفيروس كورونا قبل بضعة أيام، وقد نقل محمولاً إلى مطار صنعاء الدولي، وهو ما يرجح فرضية إصابته بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية أهلي في العاصمة صنعاء ومن حولها. تكهنات حول سبب وفاة الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو تثير تفاعلاً كبيراً، وانعكاست ذلك على وضع الحوثية سياسياً وعسكرياً، هو موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج أين صنعاء، وناقشه مع ضيوفي بعد استعراض أهم ما جاء في منصات التواصل الاجتماعي. نتابع. أكثر من 3000 أسير دروعا بشرية تتخذهم ميليشيا الحوثية في مقر الأمن المركزي، قيادة الأمن المركزي في العاصمة صنعاء، وأعلن عن ذلك الطاووس وأبو حمامة وأبو رجل وأبو عمامة، أعلن ذلك وقال بأن هناك 3000 أسير يمني في مقر قيادة الأمن المركزي. وهنا تغريدة للعميد الركن صادق دويد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة، يقول في هذا الأمر، تابعوا. تدمير رمزية الجيش اليمني. أروى الشميري تتحدث بأنه المحور في تعز وزعوا جاكيتات لمنتسبي الجيش اليمني في تعز، طبعا الجيش اليمني الشرعي الموجود في تعز، وزعوا لهم جاكيتات، وعلى هذه الجاكيتات جاكيتات عسكرية أو يعني وزعوها، وعليها صورة من؟ حمود المخلافي المتواجد الآن في تركيا والمتهم بأنه من أهم قيادات الإخوان. شاهدوا ماذا قالت أروى الشميري حول هذه الجزئية والتي تعتبرها طعنا في شرف وفي رمزية وفي رسمية ومكانة الجيش اليمني. تقول في هذه التغريدة أروى الشميري: هل الجيش اليمني يتبع الدولة أم أشخاص وأحزاب؟ يعني تقصد هنا معروف يعني انتماء حمود المخلافي. حمود المخلافي لا ينتمي للجيش اليمني أساسا، هو ينتمي لحزب معين، وهو من الخطيئة الكبرى حقيقة، يعني إنه توزع صورة شخص مش موجود أساساً في الميدان ولا له علاقة بالجيش
اليمني، الجيش الوطني، ما شئتم يعني نقول هذا الكلام، أنا أقصد جيش الجمهورية اليمنية، الجيش الرسمي، توزع جاكيتات تتبع هذا الشخص، تحمل صورة هذا الشخص. هناك من انتقدها كثيرا طبعا في تعز وقالوا هذا لا يصح أساسا، لأنه الجيش يجب أن يبقى تبقى رمزيته تتبع اليمن وتتبع مؤسسات رسمية ولا تتبع أشخاص ولا أحزاب. مكافأة أممية لإلغام ميليشيا الحوثية. تقريبا الكل تابع. إحنا على فكرة يعني بجد يعني إحنا مش ضد دعم الأمم المتحدة لأي جانب إنساني وجانب أخلاقي وجانب يعني يفيد المدنيين ويفيد القانون الدولي ويفيد حقوق الإنسان، لكن بالله عليكم يعني الناس كثيرا ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمختلفها على أنه الأمم المتحدة تقدم 1,500,000 دولار لميليشيا الحوثية التي زرعت أكثر من 3,500,000 لغم في اليمن وهي من تزرع الألغام، وتبجح بهذا أيضا المقبور صالح الصماد وقال بأنهم يصنعوا الألغام وصوروها وصوروا الألغام في معامل تصنع الألغام بخبراء. طبعا معروف هذا الكلام، معروف من حزب الله ومعروف أنه من الحرس الثوري الإيراني، وتجي اليوم الأمم المتحدة تقدم 1,500,000 دولار لميليشيات الحوثية تزرع على الألغام. يعني اللي يزرع الألغام يكافأ واللي ينزع الألغام يقتل؟ هذا كلام يجب أنه نتوقف عنده حقيقة، يعني الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين. هذه التغريدة لا الكمين. طبعا اللي ممكن يسألني، أنا طبعا أنا نشأت في صنعاء وتعلمت في صنعاء كمواطن يمني، نعرف بأنه كانت المدارس، الجامعات، المعاهد بمختلفها الفنية والتقنية والمعاهد التكنولوجيا ومعاهد كل المعاهد، الجامعات أيضا، المراكز الصحية كلها كانت مفتوحة للقيام بحملات تطعيم ضد الشلل الأطفال، ضد الحصبة، ضد الجدري، ضد الوبائيات، ضد أيضا الكوليرا، ضد كل الأمراض. اليوم ميليشيا الحوثية، تخيلوا، هذا سؤال للأمانة لحد الآن إحنا مش فاهمين كيف نجيب عن هذا السؤال. إنه ميليشيا الحوثية اليوم عن طريق وزارة التربية والتعليم الخاضعة على سيطرة ميليشيا الحوثية وتحت توقيع وخط من تسمى ببشرى المحطوري، وهي وكيلة وزارة التربية والتعليم المحتلة والمختطفة من قبل ميليشيا الحوثية لقطاع تعليم الفتيات، يعمم على كل المدارس بأن تغلق كل أبواب هذه المدارس أمام حملات التطعيم، لا يطعم الناس في الأطفال في المدارس، ضد الحصبة والحصبة المائية والحصبة الألمانية والحصبة مش عارف إيش. على العموم هذا سؤال، وهذه وثيقة طبعا وصلتنا ومتداولة في الواقع، إحنا حرصنا على أنه نطرحها في السوشيال ميديا وعلى أنه نثير هذا السؤال لمصلحة من يتم منع تطعيم الأطفال في المدارس وتغلق المدارس. ما هو البعد؟ يعني المدارس لا تفتح فقط إلا للدورات الثقافية والدورات الطائفية والدورات العنصرية وتحشيد ميليشيات الحوثية الأطفال والشباب إلى الميادين القتال، بينما التطعيم ممنوع. معرض حوثي يحفز الأطفال ويحفز الشعب اليمني على القتال. هذه تغريدة للدكتور محمد جميح. للأمانة هي نقطة مهمة وملاحظة مهمة وإشارة في غاية الأهمية، يتحدث فيها على أنه ميليشيا الحوثية تقيم معارض، يعني الألوان، الأشياء الخضراء، أشياء اللي بترمز للجنة، ترمز للنعيم، وترفس اليمنيين أيضا وتذهب بهم إلى الموت. يعني يعملوا المعارض هذه معارض فوتوغرافية وصور لصرعى ميليشيا الحوثية الذين هم طبعا بعشرات الآلاف من الأطفال والناشئين والشباب. المعارض هذه، يقول هنا محمد جميح، في الدكتور محمد جميح في تغريدته، بأن هذه المعارض على غرار ما تقوم به إيران في سوريا وفي العراق وفي لبنان، وعلى أنه القصد من كل هذا هو يعني الدفع باليمنيين إلى محارق الموت. يقول هنا أيضا محمد جميح، دعوني أقرأ لكم في ختام هذه التغريدة طبعا، وهي تغريدة في الواقع مهمة، يقول: سيقاتل الإيرانيون العرب حتى آخر قطرة من دم مرتزقتهم العرب بدمائنا. طبعا هم اليوم يقتلوا الشعب اليمني بدماء من؟
بدماء أبناء الشعب اليمني وشباب الشعب اليمني واليمنيين البسطاء اللي عطلهم أيضا عن العمل واللي قطعوا رواتبهم يذهبوا بهم إلى محارق الموت، وكثير منهم نعلب طبعا بنسبة كبيرة جدا لا يطيقون ميليشيا الحوثيين. علي البخيتي يغرد هنا تغريدة أيضا في سياق الغرز والتدمير الفكري والطائفي الذي تمارسه الحوثية بحق الشعب اليمني. أنا لا في الواقع لا أقول هذا الكلام من باب أنه في تحيز أو شيء، لكن الكل يعلم والعالم يعلم والشعب اليمني يعلم والمراقبين يعلمون بأن ميليشيا الحوثية تمارس غرزا طائفيا ومشروعا طائفيا عنصريا قاتلا باغيا، يعني يتخذ مبدأ فكرة الأحادية الدينية المتطرفة التي تخدم ملال إيران وتخدم الإمامة. وهذه التغريدة لعلي البخيتي يقول فيها على أنه ميليشيا الحوثية إيش تعمل؟ يعني المناهج التربية الإسلامية ومناهج اللغة العربية كلها تحرض على القتل والموت والطائفية والعنصرية والجبهات، حتى في الرياضيات على أنه يعلموهم الأعداد والحساب من خلال عدد الطلقات وعدد القذائف وعدد الإربيجي وكل ما يتعلق بوسائل الموت والعنف والقتل والدموية والصراع، بدلا عن التكنولوجيا والعلم والمعرفة والحياة. فيديوهات، فيديو لا أدري ماذا أقول، مؤلم، مؤسف، يعني ممكن أنه يكون حافز لليمنيين على أنه ينتبهوا لأطفالهم وينتبهوا لأبنائنا وينتبهوا لشبابنا وينتبهوا لقيم السلام في اليمن طبعا، وينتبهوا للقانون الدولي من قبله ومن بعد أيضا. القانون الدولي يحرم تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى محارق الموت، ويحرم أيضا ثقافة الموت وثقافة العنصرية وثقافة العنف التي تقوم بها ميليشيا الحوثية مثلها مثل داعش وبقية التنظيمات الإرهابية. شاهدوا هذا الفيديو الذي يجسد مجموعة من الأطفال، يعني يصور مجموعة من الأطفال وهم يؤدون صرخة الموت الحوثية والأسلحة بيدهم وهم على أحد طقم ميليشيا الحوثية ربما في إحدى الجبهات. ايش يعمل واحد يعني؟ يضحك، يبكي، يتحسر، يتألم، يحزن، ينتقد، يدين. بالله عليكم أطفال، يعني الأطفال هذا ممكن يكون مكانهم الحدائق، مكانهم زيارة المتاحف، زيارة مراكز البحث، زيارة يعني زيارة الجامعات. بالله عليكم أطفال بهذا العمر وبهذا السن يحولوا إلى قنابل موقوتة فكرية وطائفية وعنصرية وأداة موت من قبل ومن بعد، أداة موت. يعني الأطفال المفروض أنه يتم تنميتهم في الروضات التعليم، في المدارس، في الحدائق، في المنتجعات العامة، في المتاحف التاريخية والمتاحف العلمية ومراكز البحث، وننمي فيهم يعني مداركهم، ونحاول أنه نساعدهم على انبثاق وانبلاج مداركهم المعرفية والعلمية. ما هو ممكن يكون يحب أنه يكون عليه في المستقبل طيار، مهندس، طبيب، عالم، مفكر، معلم؟ هذا سؤال في الواقع يطرح، أنا لا أقول أنه نطرحه نحن، هذا سؤال مطروح من كل الناس، الإجابة عليه تقريبا هي في فؤاد وضمير وعقل كل يمني. نبقى الآن مع تقرير وبعد ذلك نواصل بقية فقرة هذه الحلقة، ابقوا معنا. ضربة موجعة لمشروع إيران في اليمن بعد مصرع القيادي في الحرس الثوري حسن إيرلو الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة يكتنفها الكثير من الغموض والشك والريبة. إيرلو الذي كان يدير صنعاء وقادها للمهالك كان مندوب الملالي لدى الميليشيات الإرهابية، يديرها كيفما يشاء ويوجه الإنقلابيين في عملياتهم على الأرض، ويستهدف المنشآت المدنية من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة التي كانت ترسلها له طهران، ويشرف على وصولها إلى صنعاء لتهديد اليمنيين ودول الجوار.
وجايلو طهران للصريع حسن إيرلو على نحو مفاجئ، ما أثار موجة من التكهنات حول أسباب القرار وتوقيته قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية وفاته جراء تأثره بالإصابة بفيروس كورونا. ورغم الإعلان عن سبب الوفاة، إلا أن نشطاء أثاروا تكهنات حول سبب الوفاة الحقيقي وسط معلومات أفادت بأنه توفي بسبب غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن. واختلفت الروايات، قتل بقصف جوي أم توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. لا شيء مؤكد سوى أن القيادي في الحرس الثوري الإيراني مات وتم دفنه في طهران بعد مراسم تشييع رسمية وشعبية. وأثار الإعلان الإيراني تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية لنقل رجلها الأول من صنعاء وإعلان وفاته بعد أيام بكورونا، مع ترجيح مصرعه أو إصابته في الأعمال العسكرية التي تنخرط فيها طهران بشكل مباشر مع الميليشيات الإرهابية ضد القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي. ويجزم غالبية المدونين من محللين وإعلاميين ومسؤولين سياسيين أن إيرلو لقي مصرعه أو أصيب في هجوم باليمن ونقل لاحقا إلى الخارج عبر طائرة عراقية. ونقل عن مصادر وصفت بالمطلعة قولها إن إيرلو أصيب بجروح في قصف للتحالف، وأن مغادرته اليمن للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا أخبار كاذبة. أهلا وسهلا. مصرع إيرلو، سقوط الخمينية في صنعاء، فرحة اليمنيين بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق برحيل إيرلو، واحد من الضباط الإيرانيين طبعا. لمن لا يعلم، هذا شارك في الحرب العراقية الإيرانية، كرم في طهران وأسرته طبعا بأنه كان من ضمن الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية ومن الذين عملوا جدا طبعا على التحشيد على العراق الشقيق. عنصري، عقائدي، فارسي، إيديولوجي، مريض، يعني بكل ما في الكلمة معنى. دخل إلى صنعاء متسللا طبعا، لا سفير إيش؟ سفير إيش يعني؟ ما هو سفير من؟ سفير من ولمن؟ إيران إرهابية والحكومة اليمنية مقاطعة دبلوماسيا وكثير من الأنظمة العربية. دخل إلى صنعاء متسلل كضابط في الحرس الثوري الإيراني للمساهمة في صناعة في تجميع الصواريخ وتركيب الطائرات التي تأتي من إيران، وأيضا تجميع الألغام وزرع الشعب اليمني الأرض اليمنية بالألغام، والتجيش على مأرب، والتجيش على الساحل الغربي، والتجيش على البيضاء، والتجيش على تعز، والتجيش على كل منطقة. ذهب إلى الجحيم مؤخرا. هناك طبعا من يقول بغارة جوية، الأشقاء في تحالف العروبة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك من يقول بفيروس كورونا. لكن ربما احنا نسأل هذا السؤال في الواقع لبعض ضيوفنا للإجابة ليضووا ببعض ما عندهم من معلومات حول هذا الأمر. على العموم أنا لن أطيل، الوقت قصير ونريد أن نستفيد من عقول معنا قارئة للمشهد جيدا ومتابعة. رحبوا معي في الاستوديو هنا بالأستاذ القدير بليغ المخلافي، المستشار الإعلامي لسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. ومن العاصمة المؤقتة عدن العقيد ياسر صالح، وهو خبير عسكري واستراتيجي. أهلا وسهلا بك أخي العقيد الركن ياسر صالح. أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم. نبدأ من الأستاذ بليغ، معلش يا أستاذ بليغ، كيف دخل إيرلو صنعاء يعني من خلال متابعتك، وما هي الخسارة الفادحة اليوم لإيران ولميليشيات الحوثية ولمن تبقى من الحرس الثوري الإيراني من خبراء وعملاء في صنعاء؟ نعم، مساء الخير أولا أخي عبد الكريم لك ولضيفك الكريم العقيد ياسر صالح والسادة المشاهدين، وسعيد بتواجدي معك هنا في الاستوديو. أولا، مسألة دخول إيرلو، ربما الكثير منا يعلم أنه للأسف الشديد كان هناك دور سلبي كبير خلال الفترة الماضية للأمم المتحدة وطيران الأمم المتحدة، وأيضا يعني بعض دول الجوار التي ربما يعني تمكن الحوثي من استخدامها ومن الحصول على خدمات لوجستية من خلالها، ربما يعني لم تكن أو لم يكن الهدف منها دخول إيرلو أو دخول بعض قطع الصواريخ والأسلحة، وإنما كان الهدف منها إنساني، لكن تمكنت الميليشيات من تحويل الهدف السامي أو الهدف الإنساني إلى خدمة أجندتها العسكرية، وربما
تمكن ايرلو من التسلل يعني بصفته ضابط في الحرس الجمهوري ضمن الخبراء الذين كانوا يذهبون الحرس الثوري الحرس الثوري الايراني ضمن الخبراء الذين كانوا يذهبون ويعودون من صنعاء الى ما بين يتنقلون ما بين صنعاء وطهران. وفي احدى صفقات للاسف الشديد في احدى صفقات التبادل او خراج الجرحى تم تهريب حسن ايرلو الى صنعاء على ممكن قد يكون على طائرة أمامية بالتأكيد هو أتى بطائرة الطائرة كانت تقل جرحى ولم تكن وحسب معلوماتي أنها ليست طائرة أمامية للأسف الشديد. يعني لمن لا يعرف من هو حسن إيرلو، حسن إيرلو مسؤول عن الملف وضابط في الحرس الثوري الإيراني متخصص في منظومة الصواريخ وهو مسؤول عن الملف اليمني منذ أكثر من 20 عاما وبالتالي يعرف كل تفاصيل الملف، لديه علاقات قوية جدا مع كل قيادات الميليشيات الحوثية. عندما قام يعني في 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 قبل أكثر من 10 أعوام تقريبا عندما قامت قيادات الحوثي بزيارة طهران واستقبلهم المرشد الإيراني علي خامنئي، كان حسن إيرلو حاضرا اللقاء بصفته المسؤول عن الملف اليمني في الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هو واحد ممن أسهموا في صناعة الميليشيات الحوثية ليست الحوثية وإنما في صناعة على مستوى المنطقة الميليشيات الإيرانية على مستوى المنطقة سواء في الحشد الشعبي أو في حزب الله يعني أو من أهم أدوات قاسم سليمان وبالتأكيد هو كان من أهم مساعدي أو معاوني قاسم سليماني والجميع يعرف وربما الكثير من اليمنيين أيضا ممن كانت لهم علاقة بالملف اليمني من الزاوية الإيرانية أو من زاوية حزب الله يدركون تماما. وربما أخي عبد الكريم أنت قرأت لبعض من نعرفهم عندما قتل حسن إيرلو كيف ماذا كتبوا عنه وماذا تحدثوا عنه لأنهم يعرفون جيدا من هو حسن إيرلو وسبق لهم أن التقوا به كثيرا سواء في بيروت أو في طهران. وبالتالي هو يشكل بالتأكيد هو خسارة كبيرة للحرس الثوري الإيراني، خسارة كبيرة للميليشيات الحوثية أيضا. وأنا يعني حسب المعلومات التي حصلنا عليها أنه لم يكن مصابا بفيروس كورونا وأنه قتل في ضربة جوية موفقة، وهذا بالتأكيد سيكون يعني هذا أمر جيد ونجاح كبير للأشقاء في التحالف وانتصار كبير أيضا لليمنيين ودمائهم ولليمنيين ولشرعيتهم بكل يعني على اختلاف يعني ولكل يمني معارض لهذه الميليشيات بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الأيديولوجي. ذهب العقيد الركن ياسر صالح. أخي العقيد وأنت عسكري طبعا وخرج أركان وتفهم في الجانب العسكري كثيرا، ما هو التأثير الفعلي والعملي والميداني اليوم والسياسي إذا ما ربطناها بالجانب السياسي بذهاب إيرلو على ميليشيات الحوثية وذراع الحرس الثوري الإيراني في صنعاء؟ نعم حقيقة لن أتفق مع كل ما جاء على لسان ضيفك الكريم الأستاذ بليغ المخلافي ولن أعيد ما قاله لأنه كف ووفى. ما أريد أن أضيفه أن حسن إيرلو هو عراب الجماعة الحوثية. عندما تتحدث عن حسن إيرلو لا يجب أن تتحدث إلا بأنه الشخص الأول المسؤول عن تأسيس هذه الجماعة وتكوينها وتمكينها من مرحلة التكوين وحتى مرحلة التمكين حتى وصل حاكما عليهم. كل هذه المراحل عبرت من تحت يد حسن إيرلو. حسن إيرلو كان هو الشخص الثالث المسؤول على الملف اليمني، أي الشخصية القيادية الثالثة بعد المرشد خامنائي ويليه قاسم سليماني ويليه حسن إيرلو. إذن نحن نتكلم على أن حسن إيرلو أحد 5 أدوات أو أحد 5 قيادات تدير إيران الخفية، إيران الظاهرة التي نراها في المشهد العام. إذن هو واحد من الخمسة مؤسساتها. نعم المؤسسة الخفية وإيران الخفية إيران الخارجية لديها قيادات تتمثل في فيلق القدس، هو المسؤول عن خارجيتها، عن عملياتها القتال، عن دفاعها، عن داخليتها، عن أمورها السياسية كاملة. لا يتدخل أي مؤسسة من مؤسسات الحكومية الرسمية الإيرانية في هذا الأمر تماما. إذن نحن نتحدث عن شخصية أثرت في الميليشيا الحوثية بشكل كبير خصوصا في الجانب القيادي الذي تلقى التدريب على يديه في بيروت والذي تلقى العديد من مسؤوليهم التدريب اللازم لتولي المناصب القيادية العليا. وعندما بدأت الأمور تخرج من أيدي هذه القيادات التي صنعها حسن إيرلو اضطر للظهور على أرض صنعاء خصوصا بعد استشهاد
الزعيم صالح، وبالتالي كان ظهوره لإعادة الميليشيا الحوثية للقيادات التي صنعها هو تحديدا. وشاهدنا حدوث الأشياء كثيرة غامضة وعمليات اغتيالات غامضة كثيرة حدثت في صنعاء منذ وصول هذا الشخص، وشاهدنا أيضا تطور كبير في مجال التهديد الدولي، سواء عبر الطيران المسير أو المنظومات الدفاع الجوي أو الصواريخ البالستية، أو سواء على مستوى العمليات العسكرية بشكل عام. إذن كان ظهوره مؤثر على الساحة، ولا بد أن يكون ظهوره خروجه من المشهد سيؤثر على المشهد، طالما كان لوجوده تأثير عسكريا كبير ومركز ثقل. أنا أعتبره مركز ثقل للميليشيا الحوثية، وخروجه من المشهد فقدان لهذا مركز الثقل، وبالتالي يجب الاستفادة والبناء على العقيد ياسر. لو سمحت، عسكريا في عبارتين، عسكريا ماذا يمثله على ميليشيات الحوثية اليوم في عبارتين؟ أنت تتحدث عن شخصية قيادية عسكرية من الصف الأول للحرس الثوري، وكان يدير المشهد العسكري أخيرا خصوصا فيما يخص مواجهة مارب والساحل الغربي، كان يديره بشكل مباشر، وبالتالي لا بد أن يتأثر هذا المشهد تماما. بل أن خطة دخول مارب هو من صنعها هو والجنرالات المتواجدة إلى جانبه، وفي تصوري أن غيابه سيؤثر عليها كثيرا. نعم، أنا ممكن هناك الكثير من الناس المتابعين الآن يتفقوا معك جدا في حول ما قلته أخي العقيد الركن ياسر صالح. أعود للأستاذ بليغ. العقيد ياسر يقول على أن حسن إيرلو كان من ضمن تقريبا هكذا يعني خمس شخصيات قيادية مهمة جدا وفي الواجهة الإيرانية، الحرس الثوري الإيراني التي تغرز بها المنطقة بالطائفية والعنصرية وتهديد المنطقة. هل تتفق مع هذا الكلام؟ نعم. وهل اليمن يا أستاذ بليغ مهمة لإيران إلى هذا الحد؟ أولاً بالتأكيد، ممكن تدي واحد من أفضل خمسة لديها؟ بالتأكيد، يعني نحن نتحدث عن ورقة مهمة جداً بالنسبة لإيران. أولاً، أهمية الورقة اليمنية ليس فقط في أنها ورقة يعني تتمكن إيران من خلالها من تهديد أولاً أهم يعني منابع الطاقة في المنطقة، تهديد الإقليم، تهديد الدول الجوار، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دول الخليج العربي بشكل عام، والدول المنتجة للطاقة والنفط، ويعني بإمكانها يعني قطع إمدادات الطاقة إلى العالم أجمع. الأمر الآخر هو تهديد أهم ممرات الملاحة، باب المندب. باب المندب نحن نتحدث عن واحدة من أهم ممرات الملاحة الدولية. وبالتالي عندما نعرف كيف حصلت إيران على هذه الورقة، وهي حصلت على اليمن للأسف الشديد بورقة رخيصة الثمن بدون أي مقابل. يعني كل ما كلفت هذه الورقة، كل ما كلفته إيران هو بعض صواريخ وعدد من الخبراء. وبالتالي هي لم تقدم، يعني على سبيل، إذا ما قارنا الورقة اليمنية بورقة حزب الله مثلا، إيران منذ ثمانينيات القرن الماضي وهي متكفلة بدعم الحزب ماليا وعسكريا، مليارات، عشرات المليارات، مليارات الدولارات. أيضا الورقة السورية كلفت إيران الكثير، كلفتها الكثير من قواتها، كلفتها الكثير من أموالها ومن سلاحها. في اليمن هي حصلت على ورقة، على يعني على طبق من ذهب، وبالتالي هي ورقة مهمة جدا، ورقة تأثيرها الحالي أهم من تأثير الحزب الله في لبنان، وأهم من تأثير الورقة السورية، وأهم من تأثير الورقة العراقية. وبالتالي في ظل تعرقل المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب في فيينا، بالتأكيد كلما تعرقلت هذه المفاوضات وكلما أرادت إيران تحقيق مكاسب إضافية ومكاسب جديدة في هذا الملف، هي تلوح بالتأكيد تتمسك بالورقة اليمنية وستستخدمها. وبالتالي من المؤكد أن يعني سقوط حسن إيرلو أو مصرع حسن إيرلو هو بالنسبة يعني كان ضربة قوية لإيران في هذا التوقيت المهم، في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه الورقة. وبالتأكيد يعني تأثيرات مقتل أو مصرع حسن إيرلو سيكون لها تأثير خلال الفترة القادمة، لكن أنا أتوقع أن على المدى المنظور، على المدى القريب وليس على المدى البعيد، لأنه بالتأكيد إيران ستكلف الآن أحد قياداتها وأحد قيادات فيلق القدس تحديدا يحل محله، ليحل محل حسن إيرلو. ممكن يعلنوا عن الاسم هذا يا أستاذ بليغ؟ قد ربما لن يعلن عنه، يعني أنا حسن إيرلو لم يظهر على الشاشة ولم يظهر بهذا، يعني يظهر على السطح كمسؤول عن الميليشيات الحوثية إلا منذ وصوله إلى صنعاء. هو كان في البداية كان رجل خفي يعمل من الضاحية الجنوبية ويعمل من داخل حسن إيرلو، لكن بالتأكيد يعني برأيك أنه دخل قبل سنوات طويلة صنعاء؟ لا، هو لم يدخل قبل سنوات طويلة، ودخل بعد العام بعد انتفاضة ديسمبر بكل تأكيد، عندما أعلن عنه، عندما أعلن عنه هو دخل فيه، يعني كان عند يعني وصوله كان معلنا
ولم يكن يعني بمجرد ان تبجح ايران تم الاعلان والميليشيات تم الاعلان عنه وممكن اعلنوا عنه حتى الجانب المعنوي وتم طب بالتاكيد ان الاعلان كان لجانب معنوي وايضا ان ايران قادره على ايصال سفير لها الى صنعاء يعني تتحدي التحالف وتتحدي المجتمع الدولي كانت بالتاكيد كان لها تحدي يعني كانت بالتاكيد ورقه تحدي وكان لها تاثير بالتاكيد معنوي على اتباع الميليشيات وحتى على الايرانيين ان يتمكنوا من ايصال الى صنعاء سفيرهم الى صنعاء في ظل تلك الظروف. لكن الان نحن نتحدث ان هذه الخساره بالنسبه لايران هي خسارة كبيرة جدا فارحة. لكنها ستتلافاها بالتأكيد خلال على المدى الطويل من خلال تعيين شخصية قيادية بالتأكيد ولن يتمكن من سيأتي بعد هل يسمح التحالف العربي والمجتمع الدولي إنها لا أعتقد أنه سيتم السماح بوصول شخص آخر إلى صنعاء. أنا يعني ستكون مشكلة وستكون يعني بالتأكيد ضربة مؤثرة وردة فعل يعني رد اعتبار للميليشيات الحوثية والإيران إذا تمكنوا من إيصال سفير آخر أو شخص قيادي آخر إلى صنعاء. بالتالي بالتأكيد أنا أقول أن من سيأتي بعد حسن إيرلو لن يتمكن من الإمساك بكل مفاصل الورقة في وقت قصير لأن إيرلو كما تحدثت ويعمل على هذا الملف منذ أكثر من 20 عام وبالتالي وصوله إلى صنعاء وكان يعرف كل تفاصيل الملف ويعرف كل القيادات الذين تلقوا التدريب في الضاحية الجنوبية وفي إيران وبالتالي وكان له تأثير كما ذكر العقيد صالح. أنا أتفق معه تماما أن وصول إيرلو إلى صنعاء كان له تأثير كبير في تطوير المنظومة العسكرية للميليشيات الحوثية. رأينا كيف تطورت يعني قدراتهم في الصواريخ والطيران المسير الانتحاريين حتى دخلوا بالتأكيد نافسوا داعش في الانتحاريين ما حدث في مأرب في الفترة الأخيرة. إيرلو كان يشرف على معركة مأرب شخصيا وكانت معلومات دقيقة فيها وكان بالنسبة له موضوع ملف مأرب إسقاط مأرب كان بالنسبة له تحدي أمر مصيري وقال يأكل تمر في مأرب وقال سيأكل التمر في مأرب. نعم سؤال يا أستاذ بليغ عامل الوقت يمكن يا أستاذ ياسر الأستاذ بليغ تحدث عن نقاط مهمة جدا من ضمنه أنه ممكن إيران تدخل سفير آخر إلى العاصمة صنعاء لكن التحالف العربي لن يسمح. على العموم ما رأيك يا أستاذ يا أخي العقيد ياسر صالح كيف لنا اليوم كيف يمكن للشعب اليمني اليوم للشرعية وللتحالف الأشقاء أيضا استغلال غياب إيرلو والانهيارات الحاصلة لدى ميليشيات الحوثية وغياب خبراء من الصف الأول؟ يقال هناك معلومات تقول أن هناك خبراء من الصف الأول غائبين الآن عن المشهد إما بالاغتيال أو بالمغادرة أو بالسحب أو ما شابه ذلك. تعليقك. نعم دعنا أبني على حيثية أن اليمن جزء مهم لإيران. ضيفك الكريم أورد معلومات غاية في الدقة وغاية في الروعة. أضيف إليها نقطة واحدة فقط أن اليمن اليوم في المشهد الدولي والإقليمي تمثل سلاح الردع الاستراتيجي لإيران ولنظام الملالي في إيران سلاح الردع الاستراتيجي. الملف اليمني لا يقل أهمية لدى الإيرانيين عن الملف النووي على الإطلاق بل أنه هو القوة التأثيرية الذي تريد به أن تصل إلى 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 القنبلة النووية أو إلى التفاوض في الملف النووي. وبالتالي بناء على هذه الحيثية يجب أن ندرك أن ديناميكية العمل العسكري يجب أن تبنى على جزئيات بسيطة جدا في العمليات العسكرية. تدمير مركز ثقل للميليشيا الحوثية ولنظام الملالي إيران في هذا التوقيت المحدد بشخص حسن إيرلو يجب أن يستفاد منه مباشرة بمعنى أن الديناميكية يجب أن تكون مستعجلة ويجب أن يكون هنالك خطوات على الأرض فعلية سواء على استمرار عمليات الاستهداف لمراكز الثقل سواء على انطلاق عمليات هجومية للاستفادة من حالة الفراغ الذي ممكن أن يوجدها مثل هذه الشخصية. ولا أتصور أن هذه الشخصية كانت بمفردها سواء كان استهداف جوي أو سواء كان بكورونا في كل الأحوال لديه مخالطين من الصف الأول القيادي سواء للميليشيا الحوثية أو من الخبراء الذي دخلوا مع حسن إيرلو تحديدا والذين يديروا مع منظومة العمليات وبالتالي يجب الاستفادة والبناء على هذه الجزئية لتحقيق نصر عسكري لتحقيق نصر استراتيجي لتحقيق نصر سياسي لتحقيق الضربة الموجعة فعلا للنظام الإيراني قبل أن يتم ملء الفراغ. وإن تم ملء الفراغ فأنا في تصوري كما تحدث الأستاذ بليغ بأنه سيكون رد اعتبار للميليشيا الحوثية ولكن في كل الأحوال
القضايا الوطنية لا تموت ولا تحيا بموت أشخاص أو فناء أشخاص. سيدافع الجميع عن قضيتهم اليمنية حتى وإن خسروا الأرض وبقى مساحة شبر واحد يستطيعوا أن يناوروا عليه، فمنها ستندلع شعلة استعادة الدولة شاء من شاء وأبى من أبى، ولكن نحن نريد أن يكون هنالك عمليات منتظمة تخضع لمعايير عسكرية بحتة ومعايير سياسية عالية الدقة، وعمل بروفيشنال يعني يستطيع أن يستفيد من أنصاف الفرص ليحقق بها نصرا عسكريا وسياسيا. تفضل. نعم صحيح، علينا أن نستفيد فعلا من الفرص الكبيرة والصغيرة ومن أنصاف الفرص، والشعوب بالفعل يعني لا يمكن أنه واحد من إيران حسن إيرلو ولا قاسم سليماني ولا حتى الخميني نفسه أنه يعني ينكلوا بشعب ويهينوا شعب ويدنسوا كرامة شعب وهوية شعب وتحويله إلى مجرد يعني إمارة فارسية أو طائفية عنصرية بعيدا عن تسامح اليمنيين وعن محبة اليمنيين وتعايش اليمنيين وبعيدا عن القانون الدولي. نحن عرب ونحن من اليمن وسنواجه إيران وسنواجه الإرهاب والتغول والفساد والتوحش والوحشية وكل ثقافة الموت التي تريد أن تستبد بشعبنا وأن تجرف هويتنا. أنا شاكر لك جزيل الشكر للعقيد الركن ياسر صالح، كنت ضيفي من العاصمة المؤقتة عدن وأنت خبير عسكري واستراتيجي. شكرا لتلبيتك هذه الدعوة وإضافتك المهمة في هذا الضوء يعني في تسليط الضوء على هذه القضية. الأستاذ القدير الأستاذ القدير بليغ المخلافي المستشار الإعلامي لسفارة بلادنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. وشكرا لتشريفك الدائم لنا والمعلومات المهمة التي وفيتنا بها والمشاهد الكريم. سعيد المشاهدين الكرام المشاهدات الكريمات حيثما كنتم، أرجوكم ابقوا معنا، هناك فقرة أخيرة في هذه الحلقة سنسلط الضوء فيها عن قضايا مهمة تتعلق بالمخطوفين والأسرى لدى ميليشيا الحوثية، أرجوكم كونوا معنا. يمكن أنه إحنا نسلط الضوء كثيرا في الواقع يعني في البرنامج هذا، وممكن قد يكون اهتمام مبدئي واهتمام إنساني بالنسبة لنا جانب الجانب الإنسانية، السجينات، السجناء، المختطفين، المختطفات، المعتقلين، المعتقلات، المخفيين قسرا والمخفية قسرا، الإنسانية هذه اللي تذبح والوطنية التي تداس والكرامة التي تدنس على أيدي ميليشيات الحوثية، إحنا نسلط الضوء عليها وأجرنا فيها على الله. طبعا أجرنا فيها بالفعل على الله، لأنه هذا انطلاقا من مهنيتنا ومهنتنا ورسالتنا وانتمائنا للبلد وانتمائنا لكل مظلوم. كل مظلوم يعني تهينوا ميليشيات الحوثية، وكل إنسان تختطفه من الشارع، وكل امرأة تدنس وتختطف، كل سجين اليوم ما يجدش بطانية ولا جاكت في سجون ميليشيات الحوثية، وما أكثرها، ما أكثرها البدرومات، وما أكثرها السجون، وما أكثرها المآسي والمعاناة الإنسانية، وما أكثره الإنسان الذي يذبح على أيدي ميليشيات الحوثية. لا نقول يعني يذبح إنسانيته وكرامته وآدميته وحقه. الأستاذة سونيا صالح طبعا مختطفة سابقة وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد أن خرجت، وإحنا كان لنا السبق، لا أقول فضل، إنما كان لها حق علينا، وكنا أول قناة والبرنامج هذا الوحيد طبعا الذي سلط الضوء عليها، وكانت الاستضافة الأولى. أهلا وسهلا بك يا أستاذة سونيا. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. ما الجديد؟ ما الجديد؟ ملف الانتهاكات ضد النساء أو ملف المرأة بشكل عام، هذا الملف الوحيد الذي ذبح من الوريد إلى الوريد، وذبحت الإنسانية فيه بشكل كامل من كل الأطراف، ولن أقول من طرف واحد، الحوثي ذبحنا، والمجتمع الدولي والحكومة وباقي يعني باقي العالم الذي كان أو الذي يقف أمامنا دفننا. هذا هو المعنى الذي أستطيع أن استطعت أن يعني أن أوصل إلى هذه الوصف أو هذا التوصيفة لكي أفي هذا الملف حقه. هناك نساء محكومات إعدام داخل السجون الحوثية، أسماء ماضر العميسي في ألطاف المضري وحنان الشاحذي. نعم، هؤلاء ثلاث نساء محكومات إعدام.
أسماء العميسي. طيب ما عملتوا لها أنا يا أستاذة سوني؟ لا شيء لحد الآن، لا شيء، وأنا أتكلم هذا الملف تم ذبحه وتم وأده بيد من يملكون. شوف الحوثي هذه جرائم حرب، المجتمع الدولي ما قام به هو أنه اعترف ان هناك جرائم ترقى لجرائم حرب وهناك انتهاكات ضد النساء. طيب ما هو دوركم يا استاذه سوني؟ دورنا يا عزيزي، انتم اللي خرجتوا، الناس الان يقولوا اللي خرجن من صنعاء وخرجن من تحت الحوثي. نعم نعم. ما بش لهن دور وخرجن ندورن شغل. اقصونا، اقصتنا الحكومه، اقصتنا اللجنه الوطنيه، اقصونا المدافعين عن حقوق الانسان. انا تم يعني كان في لحظات انه نوصل في دورة الدورة 48 المنعقدة على هامش الأمم المتحدة، كان اسمي من ضمن الأسماء الذي يجب أن أتكلم لأصرخ للعالم أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن الدولي. من أقصاك؟ الحكومة؟ أقصتني الحكومة، أقصتني الشرعية، أقصتني المدافعات، من يدعين أنهم يدافعين عن حقوق الإنسان، أقصتني وزارة حقوق الإنسان، وزير حقوق ليش؟ الإنسان. ليش؟ ليش؟ ما السبب؟ لا أعرف. هذا 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 بلغ، هذا بلغ مني. أنا أعتبره بلغ طبعاً، وأنا هذا بلغ مني على أنه أقصتها وزارة حقوق الإنسان. نعم. والحكومة الشرعية واللجنة الوطنية. أيوة. الوطنية يعني والمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يوصلين ويربطين كنا على الزوم وتم. طيب تواصلتي مع أحد في وزارة حقوق الإنسان؟ طبعا. من؟ وزير حقوق الإنسان شخصيا أحمد عرمان. ما رد عليك؟ ما قال وزير حقوق الإنسان؟ كان وعدني قبل فترة أني خليني أني أشارك في الأردن وأتكلم بهذا الخصوص وبيعطيني امتيازات وكذا وبدل السفر وهذا كله. في فترة من الفترات حصلت يعني مشاكل بيني أنا وناس من المدافعات عن حقوق الإنسان ومن يدعين، وتفاجأت أن وزير حقوق الإنسان ألغاني تماماً من هذه المهمة تماماً. يعني بضغط من أحد؟ أنا أقول أنه مجاملات حتى في هذا الملف، مجاملات، مجاملات على حساب الضحايا، على حساب ضحايا هذا طيب الملف. إحنا الآن بنخذل اللي في صنعاء. نعم طبعا بشكل كبير، الذي في صنعاء مخذولات، الذي في صنعاء ميتات داخل صنعاء أصلاً، الذي بالسجون ميتات داخل السجن تبكي لوحدها. وزارة حقوق الإنسان يعني تقدر إنها المجتمع الدولي، تقدر تحرك المجتمع الدولي عبر وزارة الخارجية، عبر وزارة حقوق الإنسان هي التي تقدر إنها تظهرنا للمجتمع الدولي، يجيبوا لنا يا أخي تذاكر سفر، نسافر لجنيف، إحنا مستعدات وقدمنا هذا وتكلمنا إنه إحنا مستعدات. طيب قالوا لنا لا أنتم تبتعدوا، الذي بيتكلمين نساء وأسماء معروفة. حتصيروا منظومة واحدة؟ طبعا حتصيروا النساء، أنا أقصد النساء. نعم. يعملن تحت منظومة واحدة وتصيروا جماعة تمثل تدافعوا عن المرأة. نعم اليوم اللي هذا الذي نطلب. نعم إحنا طلبنا هذا، وأنا ما زلت أطالب في هذا وسأظل أطالب في هذا، ولكن هناك أسماء لامعة في هذا المجال، في مجال حقوق الإنسان، من يدعون بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وهم يفتقرون إلى معنى كلمة حقوق الإنسان. إذا لم تكن جدير بملف أنت تمسكه وتدافع عن هذه بكل مصداقية، أنت تعادي ضحية، ضحية ستحرقك لأنها تم إحراقها في صنعاء. ما حد يدافع عنها. بركان طبعا. انا بالنسبه لي نشحرك كل واحد يوقف قدامي او يعاديني يا اخي، وانا من حقي لاني انا ضحيه. طيب ممكن تشوف انت عندما تتكلم عني وعن ما حدث لي، لست مثلي انا، لست بصوتي لانك لم تجرب الذي حدث لي. الذي عاش اذا حضر الماء بطل التيمم. نعم. وعندما تكلموا باسمائنا كنا داخل السجون، الان خرجنا، اليس من حقنا ان نصرخ واسمعنا العالم؟ اليس من حقي انا وخالد الاصبحي وهدى عباد وكل الذي تم انتهاكهن وتم كثير من الاسماء وموجودات من النساء، الذي خوف النساء من ظهورهن عبر الاعلام، ما حدث لي ولغيري من انه وزارة حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة وحق النساء الذي يدعون هذا بدأوا يحاربون نحن كضحايا. ما زالت خاطر أصبحي ما فيش معها علاج داخل عدن، وما فيش معها تذكرة تسافر عند ولدها الرياض. طيب يا أستاذة، ما هو يا أستاذة الآن، ما هي الرؤية اللي أنت تشوفيها؟ الرؤية الذي أنا أشوفها للدفاع عن هذا الموضوع. طبعا الرؤية الذي أنا أشوفها أنه الحرب الذي واجهناها بالنسبة إحنا منتهكات وظلمنا كثير وخذلنا الجميع، أنا أعتبره خذلان. أنا أوجه رسالتي لوزير حقوق الإنسان وأقول له إذا لم تستطع أن تمسك هذا الملف بالذات، ملف النساء وتجنيد الأطفال، فأنا أطلب منه أنه يقدم استقالته، بيكون أفضل له. من لم يدافع عن اليمنيين يقدم استقالته؟ ما دافع شيء. لا أخي، وقف ضدنا لدرجة أن كان فيه هناك يعني لحظة يا أستاذة. احنا الان هذه مش تهمه موجهه لوزير حقوق الانسان ابدا، ليست تهمه ولا نتهمه في الواقع، لكن هذه واحده من الضحايا للامانه، واحده من الضحايا وصلت قضيتها الى اقصى الارض. أليس احنا نقول الان لا نتهم احد، وهي وانت انا ارجو رجاء يا استاذه سونيا لا تتهمي احد. انا ما خاطبي 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 وفق انا قنوات. خاطبت اليس وفق من حقي الان سنه وعده شهور وانا في القاهره، انا ما قلت شيء، انا ما شظهرش،
أنا قلت لهم أنا مستعدة وظهرت إعلاميا على رغبة الجميع وظهرت معي أول مرة وظهرت معك أول مرة طبعا صح وظهرت كي يصل قضية ومش علشان أظهر إعلاميا وأرجع أجلس في البيت لا ظهرتي وأوصل رسالة أنا ظهرت لأوصل رسالة وأوصل مظلومية وأتكلم وأقول هناك وهناك 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 صح ولا لا؟ نعم أليس من حقي أن يصل صوتي إلى الأمم المتحدة؟ من حقي ألست أولى في الظهور وفي الوصول للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المجتمع الدولي من يطلعوا يبقبقوا ويبقبقين النساء لم يلسنا من الضحايا ولسنا ولم يحدث ما حدث لي ما علش يا أستاذة سونيا أليس من واجب وزارة حقوق الإنسان أن تهيئ لي هذا الجو؟ أليس من واجب وزارة حقوق الإنسان أن تدعمني في قضيتي وفي هذه المظلومية؟ يا أستاذة سونيا لحظة الفقرة معنا قصيرة جدا نعم وإحنا حريصين جدا على هذا الملف الناس الآن بيلوموا الطاقم النسائي كله اللي خرج واللي بيشتغل أحياناً على أنه ما تمشي توحيد الرؤية أحياناً لكن أنا أقول الصوت للأمانة الصوت يكون واصل وهناك تقارير أمومية يعني في هذا الاتجاه للأمانة وصلت نعم والمجتمع الدولي وهناك حتى تقارير تابعة للأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي لإحاطات في مجلس الأمن الدولي تؤكد على أن المرأة في اليمن تنتهك على أيدي ميليشيات الحوثية فقط مجرد قرارات ماذا استفدنا النساء الذي بالسجون من هذه القرارات يا أخي؟ ماذا استفدت أنا من هذه القرارات؟ ماذا استفدت خالدها الأصبحي ودعباد وكثير من النساء الذي تم اعتقالهن والذي تم يعني خرجن وهن الآن محطمات نفسياً محطمات معنوياً محطمات وشردن وخرجن من بلادهن وهربنا ماذا استفدنا إحنا من هذه القرارات؟ ماذا استفدنا النساء داخل السجون سنين؟ تعرف إيش معنى السنين داخل السجون وعندها أطفال مشردين؟ إيش استفادت هذه النساء؟ الشرعية في عندكم نساء أنا أقول لهم في عندنا ثلاث محكومات إعدام أسماء مادر العميسي 8 سنين داخل السجن يا أخي بتهمت إيش؟ أمي والله إرهاب دولة أيضا أسماء مادر العميسي طيب خلاص أنا ممكن نختصم نختصر قولي لي إيش وضع السجينات الآن والسجناء في سجون صنعاء تحت أيدي ميليشيات الحوثية في فصل الشتاء والبرد القارس يكفي هذه اللحظات أنا عشتها يكفي أنه في عشتها في السجن عشت أيام البرد هذا وأنا في السجن طبعا ويكفينا بس عندما ممنوع يكفى الباب العنبر ويظل الباب مفتوح والهواء يدخل بهذاك البرد وبهذيك القسوة يدوا لكم بطانيات لا احنا نشتري الذي معاه بطانية يدوا له حتى في الفترة الأخيرة منعوا دخول البطانيات لنا من أهالينا الذي جابوا لأهالي بطانية وماذا كنتوا تدفوا؟ تتغطوا في معنا بطانية تعرف البطانية العسكرية حق العسكر والملايات هذيك الخفيفة منهم والله العظيم اني منهن يدفين في واحدة لكل واحدة في نساء قد لهم من السجن من قبل من يعني احكامهم من 15 سنه كان قضى من 20 سنه الذي كانن قامن بقتل او جرائم انت عارف جنائيه كان في معهم بطانيه ايام علي عبد الله صالح ايام حكم علي عبد الله صالح كان مسموح لي ندخلين بكل الذي تقدر فكان في مثلا كان فيها موجوده يعني نساء مش يتكلم اساميهم ولكن كان من قبل يعني أن ندخل إحنا على السجن كان معهن مجموعة كبيرة من البطانيات فكانين أحياناً يقومن يدلنا بطانيات لكل واحدة بطانية من حقهن البطانيات القديمات لما ينتهي البرد بعدين نغسلهن ونرجعهن لهن سوني صالح نعم طفى سابقا لدى ميليشيات الحوثية أيوة ارفعي الأمل تفائلي لا أنا أيضاً أوجه رسالة لحكومة الشرعية هناك نساء في جملة واحدة ثلاث مختطفات في صنعاء أو تمت محاكمتين بالإعدام الذي هي أسماء مادر العميسي والذي هي أيضاً ألطاف المضري والذي هي أيضاً حنان الشاحدي هؤلاء ثلاث محكومات إعدام هناك في سجون نارب الكثير من النساء التي تم إرسالهن لتفجير الوضع وليقتلين الناس وفي بعضهن من تلطخت يدهن بالدماء وتم اعتقالهن أيوة وهنا الآن موجودة في السجون أنا أدعو حكومة الشرعية لأنه ما نفعناش أي حاجة ولا بنقدرش ننفعهن على تبادل الأسرة تبادل أسرى على الأقل تبادل أسرى ثلاث بثلاث أنا أتمنى أنه يأخذوا هذه النقطة بعين الاعتبار لأنه لا تبادل الحوثية بخمسين واحدة لأنها صارت تفجر وضع ومجرمة بينما اللي اختطفت في صنعاء بريئة يتفقوا بينهم بين أهم شيء يخرجوا هؤلاء النساء لأنه والله العظيم أني مأساة الأم بتضيع أسرة بأكملها الأم في السجن وأخوتها يكونوا خلاص يعني يتخلوا عنها وأولادها في الشوارع أشكرك جزيل الشكر الأستاذة سوني صالحة مخطفة سابقة لميليشيات الحوثية شرفتينا وإن شاء الله ننجح أشكركم على حسن الاستضافة أشكركم على إتاحتي بكل حرية أني أتكلم وأني يعني كل الذي أتكلم به يتكلمها أنا بكل حرية ما فيش عندكم ما تذكريش فلان ما تذكريش فلان هذه نافذة مفتوحة لكم نعم أنا أشكركم وأشكركم على هذا المنبر منبر إعلامي فعلا أشكركم من كل قلبي والله الله يوفقنا جميعا إن شاء الله الشكر جزيل وموصول لكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات في كل مكان الأسبوع القادم أراكم في حلقة جديدة ومواضع جديدة لا تنسونا من التواصل على رقم الهاتف الذي يظهر أسفل الشاشة في سلام الله وحفظه ورعايته.